والزمالك اللي عمل الطفره دي وهو اللي بدا مع كارتيرون الولايه الاولى ليه، هو اللي قوى قلب الانديه دايما بقولها، ان هو دفع بعدد كبير جدا من الناشئين، فابتدى كله يمشي ورا مين؟ ورا كارتيرون. لما الزمالك عملها بقت كل الانديه تعملها. مفيش ولا نادي السنه اللي فاتت في الدوري الممتاز ما لعبش ناشئين غير الجول. ليه دايما اهل الزمالك ولادهم مش عزاز عليهم طول ما هم لما يطلعوا ورا يبتدوا يحلموا فعلا؟ ما هي احنا كده الادب طبعا بتاعنا عامه، يعني زامر الحي لا يطرد زي ما بيقول، ده في كل المجالات يا استاذ علي مش في الكوره بس. ماشي بس انت في الزمالك بتصرف ملايين. ما انا اقول لك ليه؟ الولد عندك في الناشئين ما خدش فرصه فوق، لما عشان كده دايما بقول للناشئ روح العب في المكان اللي انت تلعب فيه ده اللي هو اللي هيعليك بعد كده وهرجعك ركب قصاد. لما مثلا واحد زي سيسي مثلا اهو موجود في النادي وما لعبش وراح ولعب واشتغل خلاص. مصطفى فتحي نفس الوضع، قاعد كان مصاب ما كانش بيلعب كل شيء يلعب وما يأديش بشكل، ابتدى يروح لعب خلاص راجع راجع ما فيهاش كلام، راجع وراجع بفورمه كويسه. هو مش عمليه ان يعني ان الولد اللي موجود في المكان مثلا ان في حاجه، لا هي بس المشكله ان هو ما بيبقاش فرصه ان هو يلعب دلوقتي. العمليه مقوله في الزمالك، في الزمالك او في الاهلي، لكن لما بيروح مكان تاني بيلاقي براح وبياخد مساحه ان هو يلعب ويشتغل في مستواه بيعلى، فيبتدي الولد ينضج ويبقى تمام ويبتدي يجي جاهز. زي احمد ياسر ريان كده في الاهلي مثلا، هو طريق اعاره خلاص راجع السنه الجايه رقم واحد. هو ده اللي احنا بنقول عليه دايما، روح المكان اللي تلعب فيه ما تستقتلش على الاهلي والزمالك.